ما هو حكم تربية الكلاب في البيوت؟ انتشر في الوقت الحاضر عند شريحة كبيرة في المجتمع ما يعرف باقتناء الحيوانات ومن ضمنها الكلاب داخل البيوت والأفنية، فما حكم الشرع في ذلك؟ وما رأي الطب في تربية الحيوانات داخل المنازل؟ وما حكم الشرع في طهارة الكلب؟ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي كلب الماشي الذي يقوم بحراستها من السباع والضباع والذئاب، كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده، وكلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبو هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. وأما بالنسبة لتربية الكلاب لحفظ البيوت، ذهب ابن قدامة إلى أنه لا يجوز مع احتمال الإباحة، وقد ذهب فقهاء الشافعية إلى أنه إذا زالت الحاجة التي لأجلها تمت تربية الكلب واقتناؤه فإنه يجب الاستغناء عنه. اختلف الفقهاء في حكم نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال، منها ذهب فقهاء الحنفية إلى أن الكلب ليس نجس العين، ولكن صوره ورطوبته هي النجسة. ذهب فقهاء المالكية للقول إلى أن الكلب طاهر العين، مستدلين إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة، وعلى هذا يكون صوره ورطوبته طاهرة. أما الحيوان الذي لم يذبح بطريقة شرعية فهو الذي يكون ما يخرج منه نجسا. ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب نجس العين.